الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الاثنين 26/8/24. مبادره جديده لمحاوله الوصول باسعار السلع خصوصا الاستراتيجيه منها الفاكهه والخضار لتخفيض يصل من 30 ل 50%، والمبادره بعنوان من الغيط للبيت. المبادره بتتيح فرصه للشباب ان هم ياخدوا من الزرع مباشرة من الزارع شخصيا ويبيعوا للجمهور بدون حلقات وسيطة تدعي أنها تصرف أموالا طائلة على النقل وعلى التجميع وفي النهاية يفرض تاجر القطاعي رقم كبير على المستهلك، لأنه هو كمان دافع في السلعة رقم كبير، وهو كمان بيحط لنفسه ربح بمزاجه. فالمسائل يعني ايه هنشوف مع الاستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية مدى تأثير هذه المبادرة، ومدى هي طبعا بتقابل بترحيب كبير من الناس، لأنه أي 50 قرش ربع جنيه وفر في كيلو فاكهة أو خضار، الحاجة يعني أقل حاجة اللي ب20 واللي ب30، انتوا عارفين ده أبسط حاجة عشان تعمل طبق سلطة يعني. فهيقابل طبعا بترحيب كبير جدا من المواطنين. ده اللي هنشوفه إن شاء الله النهاردة في فقرة الحوار. خلينا نبتدي مع حضراتكم بأخبارنا، وبالطبع نبدأ من تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس البلغاري رومان راديف. الاتصال تناول مسار التعاون الثنائي المتميز بين مصر وبلغاريا، وأكد الرئيسان خلاله عزمهم على الاستفادة من الزخم اللي بتشهده العلاقات في السنوات الأخيرة، ودفع التعاون لآفاق أرحب في مختلف المجالات خصوصا الاقتصاد والتجارة والطاقة، ما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين المصري والبلغاري. تناول الاتصال أيضا الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، محذرا من أن يستمر التصعيد الجاري اللي بيضع المنطقة رهينة لاحتمالات حرب واسعة إقليميا. الرئيس البلغاري رومان راديف يثمن الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية مهمة. رئيس الوزراء رأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار النهاردة، وخلال الاجتماع بيوجه بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طول السنة لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض أهلا رمضان وأهلا مدارس. وكلف وزارة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسؤولية تخصيص أراضي لازمة لهذا الأمر، وهو مرحبت به الوزيرة وزيرة التنمية المحلية دكتورة منى العوض، وأشارت إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة. أيضا رأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، خلاله أشار وزير الكهرباء لموقف مشروعات الطاقة المتجددة، وأنه جاري تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل ل 3450 ميجا وات، ده رقم كبير جدا. وأضاف أنه جاري تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجا وات، وأنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، بهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. يعني إيه؟ ببساطة شديدة يعني الشمس بتنعكس على اللوح الشمسي وبتولد كهرباء. الكهرباء دي لو مفيش بطارية تخزين تحت اللوح الشمسي يبقى أنت ممكن تستعملها دلوقتي، بس لو ما استعملتهاش دلوقتي بس هذه الطاقة تختفي، ما تفضلكش. لكن مع وجود البطاريات أنت ممكن تستخدمها الساعة 10 11 12 بالليل، 1 بالليل، لأنها بتضخ على الشبكة بالقدرة الكبيرة اللي استقبلها اللوح الشمسي. تعريفة موحدة لسرقات الكهرباء 214 قرش ونص لكل كيلو وات ساعة. وافق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر على اعتماد تعريفة المحاسبة على استهلاك الكهرباء المستولى عليه بدون وجه حق بسعر التكلفة موحد 214 قرش ونص لكل كيلو وات ساعة. مصادر بتقول انه تم اعداد خطابات لكل شركات التوزيع لتطبيق القرار الصادر من وزير الكهرباء، وذلك لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين، خصوصا بعد ارتفاع نسب الفقد ببعض الشركات لأكثر من 40%، ما تسبب في خسائر مالية ضخمة للدولة. مهندس مصطفى الشربيني خبير مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، عضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين. مساء الخير يا فندم. مساء الخير حضرتك. هل اللي احنا قريناه ده ينطبق على المحلات اللي في الشارع والناس اللي واقفة عاملة نصبة شاي وواقفة تبيع ملابس والحاجات دي، ولا سرقة الكهرباء أكبر من كده بكتير؟ هو طبعا احنا في سرقة التيار الكهرباء ده موضوع قديم، وفي مواد في القانون الكهرباء بتجرم سرقة التيار الكهرباء وتعتبرها جريمة مخلة بالشرف، ولها عقوبات في القانون بالسجن من 6 أشهر لمدة لحد أقصى 2 سنين، وغرامات مالية من 10,000 جنيه لحد أقصى 100,000 جنيه. فهي في عقوبات موجودة في القانون المصري فعلا، لكن احنا بنتكلم على شركات الكهرباء لما تضبط مخالفة سرقة تيار كهربي بتحاسب اللي خالف بسنة سابقة 12 شهر سابقة بأعلى سعر شريحة للكهرباء اللي هو 214 قرش ونص، غير الغرامات الماليه وغير الاحكام القضائيه. طب حضرتك يا فندم ما قلتليش يعني هو ده ينطبق على الناس اللي واقفين بياخدوا من عمود النور، ولا في موضوع اكبر من كده؟ لا، بينطبق على كل انواع سرقات التيار الكهربي، سواء المتعاقدين ومخالفين لشروط التعاقد او الغير متعاقدين، او اللي هم بياخدوا وما عندهمش عداد، اللي ما عندوش عداد او اللي عنده عداد وبيسرق برضه من العداد، ان هو دخل وصل قبل العداد او بيعمل تلاعب باي شكل من الاشكال. فانا بحاسبه بالطريقه دي، غير المواد المنصوص عليها في القانون وغير الغرامات القانونيه. طب حضرتك شايف انه حاجه يعني تصرف زي ده من وزاره الكهرباء من شأنه ان هو يحسن اداء الشبكه القوميه للكهرباء، ولا الفقد ده هيجي على دماغ الناس اللي في البيوت، ولا ايه بالظبط؟ هو طبعا احنا لما بنتكلم بلينة الكهرباء بتتنقل من بعد محطات التوليد بمنظومه نقل، وبعد كده لمنظومه توزيع، وبعد كده بتروح للمستهلك. بيحصل فقد في المراحل، في جزء بسبب مكونات الشبكه الكهربيه، بسبب التقادم او بسبب الحراره او بسبب اي عوامل اخرى، وفي جزء بعد كده وجزء كبير وبرضه مهم واكتشفنا اهميته الفتره الاخيره اللي هي بسبب سرقات التيار الكهرباء. فالحكومه الجزء اللي يخصها انها عملت منظومات لتطوير محطات التوليد او منظومات النقل، او جاري دلوقتي طرح افكار جديده لتقليل الفقد في الشبكه الكهربيه نتيجه العوامل الاجهزه نفسها او نتيجه التكنولوجيا نفسها. والجزء الخاص بقى بالاستهلاك او بالسرقه بتشديد العقوبات سواء القانونيه او بالغرامات عشان اقلل الفقد، لان انا وصلت ان في شركات وصل الفقد فيها ل 40%، يعني انا بنتج بوصل للمستهلك 60% من اللي بنتجه. وهو الرقابه على سرقه الكهرباء دي مسؤوليه الحكومه برضو ولا مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الحكومه طبعا. طيب اصل الناس ممكن تفهم انه تحديد السعر بتاع الكيلو وات ساعه في السرقه معناه انه خلاص اسرق على مزاجك، انا لا هعمل لك محضر ولا هتتعرض لطائله قانون. لا، انا بقول لحضرتك زي ما حضرتك سمعتني في اول المداخله ان كل ده بخلاف الغرامات او بخلاف العقوبات المنصوص عليها بالقانون. ايوه، لان انا كان قبل كده بحكم بقضيه او بحكم بسجن وفي غرامه برقم ثابت ماشي، وما بحسبش الاستهلاك ده، فانا بحسب الاستهلاك ده بسنه سابقه مثلا ب 12 شهر على اقصى شريحه. ده يعني ده تقدر تقول انها غرامه اضافيه. ايوه بالظبط. طيب انا يعني بشكر تجديد اكتر للعقوبه. أنا بشكر سعادتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور مهندس مصطفى الشربيني استشاري مشروعات الكهرباء والطاقة وعضو اللجنة الاستشارية العليا بنقابة المهندسين. الحكومة بتنفي إنها ألغت صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، كما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن إنه صدر قرار بهذا الإلغاء. المركز الإعلامي مركز الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء وأكدت انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكل مستحق من أصحاب البطاقة التموينية بشكل طبيعي وبما يعادل القيمة المخصصة للمواطنين من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات وبقالي التموين ومشروع جمعيتي بكل محافظات الجمهورية. وزير المالية بيقول الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارا، سنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة. أحمد كوجوك يقول وضع اقتصاد مصر بيشهد استقرارا حاليا وسنعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، ولفت لتحقيق مؤشرات مالية جيدة مطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في 6.24، استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولي 6.1% متضمن عوائد رأس الحكمة، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح في ظل التحديات العالمية والإقليمية اللي بندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية المرتبطة بها للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين. دكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي الدولي، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. عايز تعليق حضرتك على تصريحات وزير المالية من فضلك. من حيث المبدأ أنا كنت متفائل جدا بوزير المالية. ليه؟ شاب خريج جامعة أمريكية، متعلم كويس، اشتغل فترة في البنك الدولي، صاحب مكتب القاهرة اللي مشتغل في البنك الدولي. فعنده المقومات اللي خلينا متفائلين قوي. التصريحات وردية، بس على نهج وزيره السابق اللي اشتغل معاه أكثر من 6 سنين، سواء هو أو اللي قبل منه كان نائب وزير أيضا معاهم. فالكلام بتاع سنعمل دي بتقلقني. يعني إيه سنعمل؟ خاصة إن أنت مش جاي من فراغ، أنت جاي وكنت نائب وزير عدد من السنوات والحكومة هي مستمرة والكلام ده كله، فكلمة سنعمل دي ما تشجعنيش. ما فيهاش أرقام، ما فيهاش بيانات، ما فيش إحصائيات. لا، ده ربطها بحاجة أسوأ كمان. وإحنا متفهمين إن في أزمات مالية عالمية وإقليمية وبنراعي ذلك، متشكرين، مش هفضل بقى دايما معلق الشماعات بتاعت الأزمات. روسيا، طب ما تعرف إن روسيا السنة اللي فاتت اللي هي بتحارب واللي كل 37 دولة بيحاربوها وأوكرانيا إيه والكلام ده، بيعملوا تقييم لدول العالم الاقتصادية. روسيا طلعت السنة اللي فاتت إيه؟ ترتيبها كام؟ السادس على مستوى العالم. فاحنا في نمو الاقتصاد، في نمو الاقتصاد ترتيبها الاقتصادي العالمي السادس على مستوى العالم. فيعني بلاش والنبي بقى ايه نعلق الشماعات، ويعني برضه اسف يعني، واحنا اولاد كده صغيرين في الجامعه كنا بنعمل ايه تمثيليات كده، وواحد مننا سوداني يقول لك ستعمل حكومتي. فمش عايز تعمل، انا عايز عملت حكومتي. الكلام بتاعه ما تضمنش ارقام، ما تضمنش نسب، والحاجه اللي اتحققت فيها الارقام حاجه مش موضوعيه. ليه؟ لانها افتراضيه مش حقيقيه. يعني ايه؟ يعني انا وانت ووزير الماليه يعلم ايه؟ ان الموازنه فيها عجز. صح. اما يجي يقول لي وحققنا فائض اولي 6 ومش عارف 2.10%، المواطن العادي يصدق مين؟ يصدق انك عندك عجز في الموازنه ولا عندك فائض في الموازنه؟ فدي نقطة مهمة أوضح للناس إيه الفائض الأولي ده، عشان قلت ده حاجة افتراضية. الفائض الأولي بيقول إيه؟ بيقول على فكرة إحنا عندنا مشكلة، الفوائد بتاعت الديون عالية قوي. لو أنا ما كنتش مستلف قروض، ولو ما كانش عندي قروض، ولو ما كنتش بدفع فوائد وما بدفعش أقساط، كان زماني بقيت عندي فائض. ده لو، ولكن أنت عمليا ما عندكش فائض، لأنك أنت عندك قروض واخد ارقام كبيره في القروض، وعندك فوائد لازم تتسدد واقساط لازم تتسدد. فده بعد افتراضي. عشان كده حتى كتير من المواطنين كان بيسالني يا دكتور ازاي في عجز في الموازنه وفي فائض في الموازنه. لا يا سيدي، والرقمين جنب بعض، يعني وصلنا العجز ل 3.6 وعندنا فائض اولي 6.1. طب ما احنا يبقى عندنا فائض 3 ومفيش عجز خالص. بالظبط كده، ده احنا فل. انما هي دي شيء بيتقاس سياسيا، عشان احنا يا جدعان احنا شغالين زي الفل. ده كمان يا فندم في برضه نقطه عايز اخد راي سعادتك فيها. الفائض مكتوب انه بيتضمن عوائد راس الحكمه. طبعا لازم يكون متضمن عوائد راس الحكمه. طيب ما يعني مع يعني مراعاه حاجه، مش مشروعات صناعه ولا زراعه ولا تصدير. هو يعني هو ده اللي انا عايز اقوله، عوائد راس الحكمه. مش انت اللي حتى بتشتغل، مش انت حتى اللي بتبني، ده الجانب الاماراتي هو اللي بيشتغل وهو اللي بيروج وهو اللي بيجيب المستثمرين وهو اللي بيعمل وهو اللي بيملك وهو اللي بيبيع وهو اللي بيعمل الكلام ده كله. انما انت عندك 35% نتيجه انك اديته بلد بزيها، اديتها راس الحكمه، دي مدينه كبيره. فانت اديته المدينه، ومقابل بقى اديته المدينه الكبيره دي الموقع الجغرافي الرائع والساحل فانت بيديك 35%. فعشان كده بيقول لك وكمان الفلوس اللي جايه لنا العوائد دي هي السبب يا اخوانا. لكن ده نتاج عمل، نتاج شغل، نتاج تصنيع، نتاج تنميه مستدامه، نتاج اي كلام من ده. لا ده مش نتاج شغل يا اخوانا. يا فندم خليني معلش اناقش مع حضرتك برضو سنعمل، ولو ان يعني حضرتك انا موافقك طبعا انها جمله فضفاضه ومش محدده، لكن في راي سعادتك ايه اكتر القطاعات اللي ممكن جذب استثمارات اجنبيه مباشره فيها في الفتره القادمه؟ نكون واضحين، احنا شايفين في الكام سنه اللي فاتوا دول، سنوات مش قليله يعني، انت الاستثمارات بتاعتك كلها في الاستثمار العقاري. اي بتبني مدن سياحيه، بتبني مباني، بتبني والكلام ده كله، فده كله مباني مش انتاج. السؤال بقى واساله لك انت، وانت لا انا عارف انك قد ايه مثقف ما شاء الله يعني، العفو، مش بحسدك ولا بنقع عليك ولا حاجه، انما بنيت كم مصنع في ال10 سنين اللي فاتوا؟ صحيح، هو ده السؤال، ده سؤال مهم جدا. استصلحت قد ايه؟ حتى بنسبه كبيره مين اللي استصلح لها في ال4 مليون فدان. وانا كنت بحذر من دي، لما تعمل ده وتتوسع، الميه نتيجه الدور عليها الميه طلعت مالحه، فمش هتستفيد بالكلام ده. يعني فين مزرعه محمد نجيب اللي هللنا وقلنا دي هتعمل نقله اقتصاديه وتكفي احتياجات الشعب المصري وهنتصدر والكلام ده كله؟ اين هي الان؟ برضه نقطه مهمه. فعشان كده أنا بقول الصناعة، الاقتصاد عبارة عن إيه؟ عبارة عن مظلة. مظلة يعني إيه؟ ليها 3 أبعاد أساسية. البعد الأساسي الصناعة، ثم الزراعة، ثم الخدمات، ثم البعد التجاري. وعشان كده ما بنرحبش قوي بالتجاري، لأن التجاري بيعمل عملية عكسية. لو أنا النهاردة بعمل اكتفاء ذاتي أو بشتغل وأنتج مش هحتاج إن أنا أستورد. طب أخيرا يا دكتور ثانية واحدة بس، خد دي. لما أنا بستورد في مشكلة بتترتب عليا، أنا بطلع الدولارات والعملة الأجنبية بتاعتي إلى الخارج. طبعًا. على عكس عملية التصدير، في التصدير أنت بتصدر وبتجيب عملة أجنبية تعزز الاحتياط النقدي وتخفض قيمة الدولار، وبالتالي تكلفة الاستيراد تبقى أقل، وبالتالي المواطن ينعم ليه، السلع رخصت. إنما إحنا شفنا الفترة ما التضخم نزل بعد رأس الحكمة، ابتدى يتحرك تاني وابتدى يطلع قليلًا. ليه؟ لأنه عمليًا ما بتنتجش وبتستورد. صحيح. فده كله لما بتستورد، صح انت لسه بتستورد والحمد لله في بقايا فلوس بتاعه راس الحكمه، طبعا ما تخلص فلوس راس الحكمه، ما انت ده برضو مش عشان تنميه مستدامه وشغل دائم هيطلعك انتاج دائم، ده انت بعت حته ارض او دخلت الشيك في بتاع، فبتليك نسبه محدوده. فالفلوس اللي بتيجي بحط جزء منها في البنوك وجزء اخر بسدد مديونيات، لان عندي مديونيات السنه دي 42 مليار. فكل الكلام ده بيقول اني لازم اراعي التوازن في القرار الاقتصادي. ليه؟ عشان الجمارك والبضائع اللي جايه اقدر افرج عنها، وبالتالي لما البضائع تتوفر في السوق يخفض لي الاسعار، وفي نفس الوقت اقدر اوفر مستلزمات انتاج للمصانع والشركات شبكيه انتاج، ما اتخلاش عن العماله، اقدر اطلع انتاج اكفي احتياجات الشعب المصري، اقدر اصدر اكتر، اجيب عمله اجنبيه، عزز الاحتياط النقدي وما الى ذلك، واقدر البي احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائيه والاساسيه. فالعمليه كلها مرتبطه بايه؟ اول كلمه انت قلتها، بنشتغل ولا لا؟ بننتج ولا لا؟ صحيح. عندنا صناعه ولا لا؟ هو ده الاساس. لو ما عندكش الكلام ده بقت عندك مشكله. ليه؟ اكلك وشربك جاي من بره، بتدفع في عمله، العمله بتاعتك بتخرج، ما عندكش اصلا عمله، والعمله بدل ما تتوجه للانتاج بتتوجه لشراء سلع. السؤال طيب النهارده الفتره اللي فاتت كلنا بنتابع الاخبار العالميه، الاسعار العالميه انخفضت ولا ارتفعت؟ انخفضت، حتى المواد الغذائيه طب في مصر ايه يا ترى اللي انخفض بمعدلات بره؟ انخفضت من 5 او من 15 الى 22%. ايه النهارده عندنا السلع اتخفضت حتى 10%. ايه مع مراعاه البعد التاني المكمل. طب النهارده كان التاجر الجشع اللي بيستغلنا كان بيقول انا معذور، انا بجيب الدولار من السوق السوداء ب 70 و72، فانا مش هخسر، لازم ارفع الاسعار عشان اكسب. طب النهارده البنك بيوفره لك ب 48 و49، ليه ما خفضتش الاسعار؟ سؤال مهم، عشان ما فيش رقابه. الحكومه والدور الرقابي ده له دور مهم، فالمساله كلها متداخله في بعضها البعض. ايوه، عايز قرار قوي، عايز حكومه قويه، عايز تفهم. التاجر اللي ما التزمش لازم يبقى في شكل من اشكال العقوبه، مش يعني ما بقولش نسجن ولا بنعمل الكلام ده، انما اسحب الترخيص منه، خاصه في تجار كتير ودول كتير بتعمل الكلام ده. فمهم قوي ان يبقى الاهم من ده كله انتج. يعني اديك مثال صغير قوي ودمه تقيل قوي، بنستورد قد ايه زيت من بره؟ فوق ال 85%. ليه؟ ده الفلاح المصري ومن يم قدماء المصريين، والرسومات موجوده والنقوش على المعابد موجوده، كان عندهم عصر الزيت اللي بتلبي احتياجات المواطن. انا النهارده ما اتطورتش كتير عشان اقول اصل دي تكنولوجيا متقدمه، بمعاصر الاهليه الغربانه، وعندك الزيتون بيطلع في المناطق الصحراويه وعباد الشمس وكل الكلام ده متاح. ليه استورد 85% من الزيت بتاع المصريين؟ اشكرك يا دكتور. طبعا يعني دكتور رشاد كالعاده بيفتح في حاجات شديده الاهميه، وابسط حاجه اخدها من كلامه وتلخص كل الكلام. انت بتقول انا معدلاتي بقت معقوله، معدلاتك بقت معقوله بناء على ان انت دخلت مطور اديت له بلد يشتغل فيها ويبنيها، ولا صنعت وزرعت وصدرت؟ هو ده بقى، هي دي التنمية الحقيقية. طيب ناخد خبر كمان وبعدين نطلع فاصل. وزير التموين بيأكد أهمية استمرار طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية. الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بيؤكد ضرورة تنشيط البورصة السلعية وأهمية التعاون بين مصلحة دمغ المصاغات والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وأهمية استمرار طرح مصادرات ومضبوطات الذهب للتداول في البورصة السلعية خلال اجتماع الوزير ونائبه لبحث سبل تنشيط آليات عمل البورصة السلعية، وتم مناقشة إدراج سلعة الذهب من خلال منصة البورصة السلعية. يعني ببساطة الذهب يطرح في بورصة زي البورصات بتاعة الأسمنت والحديد والمفروض الخضروات وده يكون في المصلحة، وكمان ما يتم ضبطه من المهربات ومن السرقات ومن غير المدموغ يعرض في هذه البورصة لإنعاش التجارة الرسمية المحترمة السليمة لهذا المعدن النفيس. نخرج فاصل ونرجع نكمل الأخبار. اهلا بحضراتكم معانا. الجزء الثاني من اخبارنا نبداه برئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد اللي بيعلن اكتمال بناء سد النهضه على النيل الازرق رغم التحديات اللي واجهت اثيوبيا، وبيقول ان نسبه اجمالي المياه المحتجزه في بحيره السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، من المتوقع ان تبلغ حتى ديسمبر المقبل ما بين 70 الى 71 مليار متر مكعب، من إجمالي السعة الكلية للسد 74 متر مكعب. دكتور زكي البحيري أستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة المنصورة، مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم. دكتور زكي، مدى خطورة ما يفعل أبي أحمد، هل ما صرح به ده صحيح؟ طبعا هو بيعلن متباهيا بأن هو أتم عملية ملء استاد النهضة نكاية فينا بدرجة كبيرة جدا، وده بيشكل نقص كبير في متوسط المياه اللي بتصل إلينا في حدود 9 مليار متر مكعب في حالة الملء الكامل للسد ده. وكمان لو تم عمل السدود الأربعة اللي هو بيقول عليها، اللي هي بيكو أب ومندايا، غير سد النهضة وسد آخر رابع، ده هيضر بالأمن القومي المصري والسوداني بدرجة كبيرة جدا، لأن ده بيأثر على تأثير سد الروسيرس وعلى السدود الأخرى، وحتى المياه بتشح في المدينة المثلثة اللي هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، بتشح المياه في لحظات معينة بسبب هذا الكلام. السودان عندها خزانات في سدود الروسيرس وسنار ومروي، ودي لتوليد الكهرباء، فضلا عن انها بتقوم بعمليه توفير المياه اللازمه للزراعه في المناطق المجاوره. طب هل يا فندم المياه، حجم المياه المحجوز اللي قالوا عليه ده مظبوط؟ يعني فعلا في 62 مليار ورا السد ده، خطر جدا على السودان. طبعا خطر جدا، وهم واحنا وكل العالم عارفين الهضبه الاثيوبيه تكوينها من الصخور البازلتيه القابله للنحر وانها يعني تنهار، وده محتمل، لانه وبعدين حصل هذا الكلام، الانهيار ده حصل في سدود اخرى كثيره داخل اثيوبيا، مش اول مره يحصل هذا الانهيار. مشكورك يا دكتور، مشكور سعادتك، وربنا يستر، لان الموضوع داخل فيه خطوره كبيره. الاستاذ الدكتور زكي البحيري، استاذ الدراسات الافريقيه جامعه المنصوره، شكرا جزيلا. الحقيقه ان دي كارثه ممكن يعني تخفي اجزاء كامله من السودان اذا لا قدر الله حصل انهيار لهذا السد، وده يعني متوقع، والخبراء بيقولوا ان ده مش جديد، من اول ما بداوا يبنوا قالوا لهم كده، وقالوا لهم طب لو بنيتوا ما تخزنوش ورا الارقام اللي بتقول عليها دي. 70 مليار دي مأساة، احنا كل الارقام اللي فاتت ما كانتش بتتعدى 40. لو هو اعلن النهارده نكاية حتى في مصر ولا مش نكاية، يعني لو الكلام ده حقيقي مش كذب هتبقى مصيبة. لكن احنا بكره ان شاء الله يبقى عندنا فقرة مهمة عن هذا الامر، ونعرف فيها تفاصيل الوضع على الارض بالارقام اللي بتسجلها الخرائط والجوجل ايرث وغير كده، يعني كمان يعني بالإحصائيات المتاحة. يعني مصر بتدين تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة. التصريحات بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. حملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وطالبت بامتثال إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية اللي بتهدف لمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. يعني هو خلاص، يعني اليهود يعني خلاص المشكلة في العبادة خلاص يعني زحمت قوي علشان يعملوا معبد صغير في المسجد داخل المسجد الأقصى. هو مجرد استفزاز طبعا لمشاعر كل المسلمين، والحقيقة هو استفزاز لمشاعر المسيحيين، لأن أنت النهاردة لما تسكت على ده ممكن بكرة تلاقيه داخلك في أورشليم اللي هي القديمة، 1 كيلو متر مربع، خش على حدود بقى كنيسة القيامة أو أي حاجة بقى، يقول لك إحنا عايزين نصلي هنا. هي المسألة طبعا يعني إدانة مصر ليها قيمتها القوية. والنهاردة في مصدر رفيع المستوى بيؤكد إن مصر بتجري وساطتها بين الأطراف مع الشركاء أمريكا وقطر، بما يضمن مصلحة مصر وأمنها القومي، لأنه، والخبر ده الحقيقة كان متأخر يعني، لأنه مصر بتجدد رفضها التام لوجود قوات إسرائيلية في الجانب الآخر من معبر رفح أو على محور فيلادلفيا. يعني مصر أكدت ده دلوقتي مرارا وتكرارا، وإن شاء الله ما حدش يعني يختبر صبرها أكتر من كده. مستشار الأمن القومي الأمريكي بيقول نشعر بالقلق من تحول الصراع بالشرق الأوسط لحرب إقليمية. جاك سوليفان بيقول إن اللي احنا فيه ده مرشح لتصاعد الصراع، ويعرب عن أمله في ألا يتطور الأمر لتصعيد، ويشير إلى أن إدارة بايدن على اتصال مستمر مع إسرائيل بشأن الوضع الراهن مع جماعة حزب الله اللبنانية. خلاص أمريكا بتحول إسرائيل إلى الأمل والحكم والخصم ورمانة الميزان وميزان الاستقرار في المنطقة. شيء عجيب ومش مفهوم. رئيس هيئة الأركان الإيرانية: الانتقام لهنية أمر حتمي لا مفر منه. اللي هو محمد باقري رئيس هيئة الأركان الإيرانية بيؤكد الانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي حركة حماس إسماعيل هنية في طهران أمر حتمي لا مفر منه. أضاف أن اغتيال هنية في طهران أمر لا يمكن نسيانه، والانتقام لدمائه من قبل محور المقاومة. اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. وإحنا هنقعد لغاية إمتى سيادة اللواء نشعر بالقلق؟ يعني هو هيعملوا حاجة ولا مش هيعملوا؟ والله يا فندم، هو العبارات اللي بيقولها الأمريكان والبيت الأبيض من الخوف من التصعيد قالتها مصر من البداية. لا استأذن سعادتك تعلي صوتك شوية من فضلك. العبارات اللي قالها كده سعادتك سامعني كويس؟ أيوة يا فندم. العبارات اللي بيقولها البيت الأبيض وكل المتحدثين الرسميين الأمريكان قالها الجانب المصري والقيادة المصرية قالتها منذ بداية هذه الحرب. صحيح. إن الخوف من التصعيد يعني ده هيطال العالم كله مش بس المنطقة. أيوة. وللأسف الشديد ده اللي حصل. احنا شفنا غزة وبقى في جبهة أخرى مع حزب الله، بقى في فصائل مسلحة في سوريا والعراق، إضافة إلى جبهة البحر الأحمر مع الحوثيين. وده اللي بيفسر الحشد الكبير جدا من أمريكا في بعده العسكري داخل المنطقة، وحملة الطائرات والقطع البحرية المنتشرة في البحر الأحمر والبحر المتوسط. ففعلا المنطقة داخلة على تصعيد كبير، ومفتاح الحل في ايقاف الحرب في غزه، وده اللي مصر الحقيقه بسعت اليه. كل من المفاوضات الحقيقه بالامل بيتقلص، ويعني تكاد تكون تفشل، بتحيي الامل مره اخرى. لكن من الواضح تماما ان اسرائيل لا تريد التفاوض، تريد استمرار الحرب. وانا بحدد رئيس الوزراء الاسرائيلي ومجموعه الوزراء اللي معاه، لان دول هيتحاسبوا لو وقفت الحرب. وبالتالي هو بعد شخصي تماما بالنسبة لهم، ان استمرار الحرب هو استمرار لوجودهم في السلطة. وللأسف الشديد الإدارة الأمريكية في أضعف حالتها، مش قادرة تضغط على إسرائيل، داخلين على بس. هي الإدارة الأمريكية دلوقتي يا فندم تصريحاتها دي بتيجي ردا على تصريحات الانتقام الإيراني لمقتل هنية والحدث الآخر من الفصائل الفلسطينية. لكن هي الفكرة إن هم ما بيجوش جنب إسرائيل. إسرائيل مش متسببة في أي اتساع لرقعة الصراع، لكن الاتساع ممكن يجي لو إسرائيل، لو إيران ردت، أو لو الفصائل ردت. هو بيرصد الأحداث من جانب واحد، وده خطأ جسيم. يعني هو مش قادرين يقولوا حاجة على إسرائيل، ولا قادرين حتى يقلصوا التسليح والذخائر اللي بيدوها لها، ولا حتى الدعم السياسي في مجلس الأمن. مفتاح الحل في الضغوط الأمريكية في شقين واضحين: يا إما يوقفوا الذخيرة والسلاح اللي بيدوها لإسرائيل، أو يوقفوا الدعم والفيتو اللي بيستخدموه في مجلس الأمن. وده أنا أعتقد مش هيحصل، لأن هم داخلين على انتخابات والحزب الديمقراطي من مصلحته إنه يكسب. وبالتالي الإدارة الأمريكية بقول لحضرتك في أضعف حالتها، وبالتالي مش هتضغط على إسرائيل. فبترى الأحداث من جانب واحد دون النظر إلى الجانب الآخر، وهو إسرائيل. عشان كده الصراع مرشح للتصعيد، وده اللي خلاهم يحشدوا في المنطقة الأمريكان كل هذا التعدد الكبير جدا من طائرات وقطع بحريه طب هل يا فندم سعادتك متوقع فعلا على حسب تصريحات باقري، احنا عمالين نسمع تصريحات من ايران ومفيش حاجه بتحصل، هل متوقع رد فعلا حقيقي؟ المتوقع رد، لكن حجم الرد نفسه وتزامنه مع بعضه سواء من ايران او من الجبهات الخاصه بها زي حزب الله والحوثيين والفصائل في سوريا والعراق، ده التزامن ده من المحتمل الكبير انه يحصل. وانا شايف ان الرد الايراني من الارض الايرانيه ده هيتم صد وبسط طبعا امريكا زي ما حصل في ابريل الماضي بالظبط كده. ايضا الضرب من حزب الله او من الحوثيين وده يمكن يبقى له بعض التاثير، اسرائيل تقدر تقوم بيه بمساعده الامريكان برضه. لكن المشكله الاكبر ان هيبقى المجالات الجويه للدول العربيه منتهكه، ما نقدرش نقول ان الرد الايراني مش هينتهك مثلا على الاقل سياده العراق ومجالها الجوي وهكذا، وده الحقيقه بيعمل توتر وبيوقف الترني المدني وبيعمل يعني الحقيقه حاله من عدم الاستقرار، وده اللي احنا بنخشى ان الدول العربيه اصبحت مسرحه للعمليات بين دول غير عربيه زي اسرائيل وايران. بشكرك جدا سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك. ونختم مع لقاء رئيس الأركان المصرية الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بالفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق ليه اللي بيزور مصر حاليا في مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تعالوا نشوف الفيديو، نخرج لفاصل قصير بعدها نبدأ فقرة الحوار، خليكم معنا. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت لهم مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة، كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية. من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بالدور القيادي الذي تقوم به مصر لدعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبي المصالح المشتركة للقوات المسلحة لكلا الجانبين. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية والسفيرة الأمريكية وملحق الدفاع الأمريكي بالقاهرة. مشاهدينا اهلا بحضراتكم معانا فقره الحوار لهذا اليوم، بيشرفني يكون ضيفي فيها الاستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه باتحاد الغرف التجاريه. مساء الخير يا استاذ حاتم. مساء الخير عليك وعلى كل الساده المشاهدين وعلى كل متابعيكم اينما كانوا. اهلا بحضرتك معانا. يعني احكي لنا بقى ايه موضوع مبادره من الغيط للبيت دي، عشان واضح ان احنا يعني مش عايز يعني استخدم كلمه صعبه، مش عايز اقول فشلنا، لكن عايز اقول يعني احنا برضو كل اللي عملناه عشان الاسعار ترخص وانه كده واضح انه المواطن مش حاسس بيه، وبما انه الناس المسؤولين عارفين ان المواطن مش حاسس بيه فكل شويه بنحاول نعمل مبادره. يعني وبدايه كلامك يعني جزء منه صحيح وجزء منه غير مفهوم لدى الناس. لازم نفهم الناس. احنا طبعا عندنا في الاونه الاخيره الشهر السابق واللي قبله كان حصل عندنا موجه حاره شديده جدا اثرت على كل المنتجات الزراعيه، وكنت امل ان تطلع وزاره الزراعه وتتحدث وتقول ده للناس لان انا لازم اتكلم بشكل واضح وبشكل فيه شفافيه كامل. طب. لان المواطن لما بيعرف الحقيقه بيطمئن. طب. وبيحس ان بيبقى عنده استعداد يستحمل. بالظبط، هو ده اللي انا بقصده. وبعدين النهارده المنتجات الزراعيه احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهه. لو حصل عندي بعض الدروبات من نتيجه مثلا انتهاء عروه زراعيه وبدايه عروه اخرى، انتهاء موسم صيفي وبدايه موسم شتوي، وده احنا معتادين عليه من طوال عمرنا، ولكن اللي حصل السنه دي كان قاسي جدا لارتفاع درجات الحراره وتداعياتها السلبيه على بعض المنتجات الزراعيه. وكمان يعني في حاجه كده حصلت دي كانت متغيره، الناس ما كانتش واخده بالها. المانجا الحراره خدمتها وخلت عندنا زياده في الانتاج. فبالتالي انا عندي في بعض العوامل ادت سلبيا على المنتجات الزراعيه وفي بعض العوامل ادت ايجابيه. وهل المانجا رخصت؟ طبعا. انت النهارده بتتحدث مانجا داخل اسواق الجمله من 10 جنيه لغايه اعلى جوده العويس ب 30 جنيه، فانت بتتكلم في اصناف متعدده. والقطاعي كام يا حاج؟ من 20 جنيه لغايه اعلى جوده 35 جنيه 40 جنيه. القطاعي؟ في القطاعي، في التجزئه، في بعض الاسواق الشعبيه، انا بتحدث عن كم الاسواق الشعبيه، حتى الاسواق الراقيه بتبقى متفاوته لان طبعا في حد بيوصل للمنازل، في بعض الناس بتعمل خدمه يوصل له مثلا يبيع مثلا كيلو وبعدين يقول له لا طب المانجا دي ما تنفعش، يعني في حاجات كده متعدده ناس بتعملها بترفع فيها الاسعار بس بشكل غير بيقبلوا بعض الناس اللي هي ساكنين المناطق الراقيه لانه بيقدم له خدمه بيوصله. لا عشان هو ما عندوش حل تاني، هو بيدفع ثمن الحي اللي هو ساكن فيه. حتى ولو كان، انا خليني ان انا اتحدث عن اليات العرض والطلب هي اللي بتحكم السوق، لكن احنا بنتحدث عن اسعار فاكهه تحديدا المانجا، لا هي ارخص كتير عن العام الماضي، وبالدليل انا عندي كم من المعروض زياده عن المعتاد وانتاجيه عاليه جدا. محافظه اسوان كان فيها انتاجيه السنه دي وانعكس ده على الاسواق، وكمان دخلت محافظه اسماعيليه فبالتالي الاتاحه زادت. نتحدث عن بعض السلبيات اللي هي الطماطم، خيار، كوسه. قد ايه بقى فقدنا قد ايه في السلبيات دي في يعني الحر؟ احنا بنقول مثلا على سبيل المثال بعض المنتجات تضررت في نسب متفاوته. النهارده الطماطم حوالي من 20% 30% ضرر الطماطم في الانتاجيه، لان درجات الحراره الموسم اللي فات والموسم اللي احنا شغالين فيه ده كان في تراجع كبير جدا في الانتاج. البطاطس واسعارها، احنا طبعا ما عندناش دلوقتي منتج خارج من الارض، يعني ما عندناش منتج دلوقتي مزروع واحنا والحصاد شغال، احنا بناكل من المخزون الاستراتيجي اللي هو داخل الثلاجات او النوالات. فبالتالي انا عندي المعروض الثلاجات والنوالات، النواله دي اللي هو بيتعمل زي مفرش البصل كده، يتحط البطاطس في الارض ويتغطى بقش الرز، ده حفظ تقليدي. يعني نوع من انواع التخزين برضه، ده حفظ تقليدي. كلنا طوال عمرنا معتادين على هذا الحفظ. فدخلت علينا الثلاجات طبعا اللي هو التبريد، الثلاجات طبعا هي اكتر دلوقتي الكم اللي هو الحاجات اللي هي الحديثه، الثلاجات فيها كم كبير جدا من البطاطس. ولكن احنا كان عندنا مشكله العام الماضي في شهر 11 واحنا تحدثنا من هذا المنبر، هذه النافذه الاعلاميه المحترمه، وقلنا لابد يبقى نحل مشكله التهويه. مع حضرتك وتك عندنا مشكله في مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج، وقلت لحضرتك ان مدخلات الانتاج ومستلزمات الانتاج دي هي عامل اساسي للمنتج النهائي. يعني انا النهارده من غير التقوي البطاطس احنا بنستوردها، كنا بنستورد ما يقرب من حوالي 160,000 طن، استوردنا من ما يقرب من حوالي 115 ل 120,000 طن، فانا عندي فجوه في استيراد التقاوي، وحصل قله المساحات المزروعه نتيجه قله التقاوي، يعني احنا المساحات قلت عن المعتاد. ده الاجمالي في البطاطس، وبالتالي انا عندي تراجع في الانتاجيه نتيجه الحاله الجويه والتقاوي. التقاوي دي يعني ايه اللي فيها يخلينا نجيبها من بره؟ لانك انت هنا عندك المناخ بتاعك ما ينفعش انك انت تعمل تقاوي بطاطس هنا، انت بتجيب الام اللي هي بتاخد منها عشان تزرع تاني، اسمه كسر محلي. فانت بالتالي الاساس الام اللي انت بتستورده من المملكه المتحده، من فرنسا، من هولندا، من كل اوروبا، انت بتستورده وبتزرعه هنا، وبعد كده يتحط في الثلاجات، جزء ناكل منه، جزء واخد بال حضرتك نزرع منه تاني في العروه الشتويه اللي هي هتخش علينا في شهر 11 القادم. احنا بنقول دي فتره مؤقته، الناس لازم نطلع نقول للناس ايه اللي بيحصل، نطلع نصالح الناس. وانا كنت اتمنى ان يعني دقه المعلومه وشفافيه المعلومه للمواطن. المواطن انت قلت حضرتك بيستحمل لانه هو ما عندوش بديل. واحنا النهارده في دوله ما يجزع عن مليون مصري 100 مليون نسمه، وكل سنه انت بتزيد 2.5 مليون، يعني احنا بنتكلم عندك قد عدد دول اشقائنا العرب موجودين على ارض مصريه. كل ده برضو في جزء كبير جدا منه بيستهلك طعام وشراب ومنتجات زراعيه، لانك انت يعني الكلام اللي احنا كنا بنقول انت عمرك ما بتقول له لا استنى انت مش مصري وريني البطاقه يبقى تاخد الخضار بالسعر الفلاني، ما عندكش المفهوم ده كده. احنا عايشين في وسطينا مع اهالينا في كل مكان، متمتعوا بكل الخدمات بس الشراء. فانت عندك ما يزيد يعني ما يزيد عن 10 مليون من اشقائنا العرب داخل ضيوف علينا، فبالتالي دول بياكلوا ويشربوا منتجات زراعيه وكل منتجات السلع الغذائيه وبيتمتعوا بكل المزايا اللي حضرتك بتتمتع بيها. ولكن احنا بنقول ان هل احنا دلوقتي الدوله ما بتتخذش اجراءات؟ لا بتتخذ اجراءات، بالدليل ان احنا دلوقتي يعني في كم من المعروض سيطرح داخل مجمعات استهلاكيه بالتعاون مع وزاره التموين، وكم المعروض ده لازم يبقى عندي اتاحه. مبادره من الغيط للبيت احنا اطلقناها كشهر الخضار والفاكهه. احنا قلنا للساده المشاهدين واهالينا في كل مكان في القاهره الكبرى وكل المحافظات، اسواق الجمله هي المؤشر الحقيقي لسعر التكلفه الفعليه للمنتجات الزراعيه، لان الفلاح بيسوق منتجه داخل اسواق الجمله بمقابل عموله. يعني انا النهارده احنا ما بنملكش منتج، احنا بنسوق المنتج لصاحب المنتج. فالنهارده انت عندك كم من المعروض كتير جدا داخل اسواق الجمله. احنا قلنا لاهالينا كل اتحاد ملاك، كل الجمعيات الاهليه، النقابات، بعض الاحزاب السياسيه، كل التكتلات اللي هي على ارض يعني منظمه المجتمع المدني دي تشارك معانا، تاخد المنتج وتبيعه بسعر التكلفه الفعليه، ونقلل هوامش الربح خالص، ويبقى الحلقات التداول دي انا عملت فيها نوع من انواع ايه، ما قضتش على اصحابها، ولكن انا عملت نوع من انواع الزياده التنافسيه اللي بتخلي السوق يبقى فيه نوع من انواع انضباط. بمعنى ايه انضباط؟ ان انا بعمل زياده اتاحه في المعروض وبسعر كويس عادل، فبالتالي اللي مثلا بعض الممارسات الخاطئه او حد بيغالف سعر احنا بنردعه بهذه الممارسات اللي احنا بنشتغل عليها. والمبادرات دي بدأت امتى؟ بقى لها اكتر من حوالي 10 ايام، وكنا اطلقناها من داخل الغرف التجاريه الاتحاد العام وتواصلنا. رد فعلها في رايك؟ في ناس كتير جدا جت خدت وكانت مثمره جدا. لان المانجا كان اللي بيجي ياخد قفص طماطم فيه 20 كيلو هو واسرته، ثلاث اربع اسر بياخدوا قفص بيقسموه على بعض، بياخد شوال بطاطس، شوال بصل، والناس ابتدت الجمعيات الاهليه تشتغل على ده. السعر رهيب يا فندم. احنا بنتكلم النهارده الطماطم جمله ب 15 جنيه، البطاطس جمله ب 20 جنيه، الخيار جمله ب 17 و18 جنيه، الطماطم قطاعي ب 30 من 25 ل 30. فاحنا بنتكلم الضعف الضعف. فاحنا بنتكلم لان في حلقات احنا بقى على فكره ما نقدرش نقول ان تاجر التجزئه هو معلوش اعباء، ما هو عنده مال، لا ما هو طبعا في نقل وفي عربيات وعنده كهرباء وعنده ميه وعنده ايجار محلات، والحي ده غير الحي ده والمكان ده غير المكان ده. احنا لازم نقول الحقيقه ولازم نقول. بس هي فكره جيده جدا زي ما حضرتك تفضلت، ان انا النهارده لو في عمارة متعاونة مع بعضها، واحد يقول أنا كل أسبوع أنا أروح بكرة، الحاج حاتم يروح، بعده أستاذ فلان يروح، يبقى إذا إحنا وفرنا ده بنص الأسعار. ده يفرق كتير في ميزانية الأسر على فكرة. إحنا قلنا ده وكمان ده كان شعار للمستهلك. يعني إحنا حتى لو التجار إحنا مش ضدهم، لأن دول إحنا بنمثلهم، ولكن احنا بنقول الزياده التنافسيه دي بتعمل ايه؟ المواطن محدود الدخل واهالينا في كل مكان، ما دول احنا منهم يا فندم، ما دول اهالينا في الحياه الشعبيه والحياه العشوائيه، ما دول كلهم احنا يعني احنا فلاحين ولاد فلاحين. فبالتالي لازم يبقى في تواصل من المسؤولين. طب هو اسواق الجمله بتبيع اقل حاجه ايه؟ ما هو الشوال ده اقل حاجه، قفص الطماطم اقل حاجه، قفص الخيار اقل حاجه. احنا يعني كل ومعروف كام كيلو؟ 10 كيلو مكرونه المانجا، كرتونه العنب 10 كيلو، كرتونه البلح البرحي 10 كيلو. قفص الخيار ده قد ايه؟ 17 كيلو 16 كيلو. فبالتالي لو كل اسره خمس ست اسر طبعا ده لو عيله كبيره توزع على الاسر اللي ده فيه. احنا قلنا ده ايه؟ ده احنا قلنا ان الناس تيجي تاخد حتى في الاجازات. يعني احنا نشدنا من المبادره من الغيط للبيت، قلنا في الاجازات كل واحد يجي يجيب عربيته. احنا كمان قلنا كمان احنا متحملين اي حد ما عندوش عربيه ويجي ياخد العربيات اللي بتوصل لكل حي لتجار التجزئه، هنحط له المنتج بتاعه وهيوصله لغايه السوق اللي هو فيه ساكن فيه المواطن ده داخل السوق اللي هو التجزئه، يروح ياخد حاجته. واحنا كمان هنساعد في ده، وقلنا واتفقنا مع اصحاب يعني الشركات النقل ان لازم لو في اي اسر جت خدت قفص طماطم، شويه البطاطس، شويه البصل، تاخد من العربيه حاجات برمزيه يعني. بسعر الجمله قفص الطماطم هيكون دولونه لغايه مثلا من العبور لغايه مثلا العباسيه 5 جنيه، والبطاطس كلام يعني حاجات يعني برمزيه يعني. بتقسم على عدد الكيلوات على عدد حاجة. على عدد الاطنان اللي موجوده داخل العربيه. وقلنا انت زي تاجر التجزئه المستهلك اللي هو الغير قادر ده، بحيث ان احنا نخفف بعض الاعباء. هي يعني في بعض الناس يقول لك طبعا ايه اللي هيوديني؟ ماشي، ما انت يعني معلش سوق العبور بعيد لا اتفضل تعالى خد، لانك انت النهارده الميزانيه بتاعت الاقتصاديه او ميزانيه بيتك لازم انك انت برضو يعني تحس بالفرق. ما هو حاسس، لازم ده يعني مكوي بالفرق بالظبط كده. فبالتالي احنا بيعمل ايه بقى يعني؟ لو حد عايز يروح الاول يتفق في سوق العبور وبعدين يستلم من السوق، ولا يتفق ولا حاجه، هو اشترى أيوة. داخل السوق والعربات موجوده داخل السوق، يحط الحاجات في العربات ويستناها لغايه لما تيجي هنا في اي سوق هو جنبه. لا ثانيه واحده معلش، يعني سوق العباسيه جنب حضرتك، انت رحت سوق العبور خدت شويه البطاطس، يعني لازم يروح سوق العبور عشان يشتري. يعني هو هيبعت له ازاي؟ تمام، اونلاين. اونلاين لو احنا اشتغلنا اونلاين الجوده. فاحنا لازم، اصل احنا عندنا ثقافه الشعب المصري ما بياكلش بلسانه، بياكل بعينيه. فاحنا اخترنا ان المواطن يجي يشتري هو بنفسه، ياخد الجوده، لان انا عندي عده جودات لكل منتج. كل منتج ليه عده جودات. فاحنا قلنا المواطن يجي ياخد اللي هو عايزه، لو ما معهوش عربيه احنا هنقف وهنساعد في حكايه نقل التوصيل. المنتجات دي، التوصيل دي، المنتجات لغايه المكان اللي هو فيه، لغايه بص، ويبقى بقى السائق بتاع العربيه النقل او النص نقل عارف عنده قفصين باسم الاستاذ فلان وكمان في كمان يعني ده العربيات دي بتحمل لكم من التجار، يعني ممكن يكون 10 تجار تجزئه بيحملوا داخل العربيه دي. فبالتالي هو ما بيحسش ان هو بيروح السوق اللي هو في العباسيه او في الشبرا او في اي مكان في القاهره، بيروح يوقف في السوق، وكل واحد من التجار التجزئه دول هياخد اللي هو اشتراه من داخل سوق العبور بتكلفه رمزيه. وقلنا كمان اهالينا المستهلكين لو ما حدش معاه عربيه، نفس تاجر التجزئه هياخد بنفس السعر وبنفس كمان مصاريف النقل والشحن. لكن احنا بنأكد على ان المبادره دي لقت استحسان كبير جدا من اسر كتيره جدا، من جمعيات كتيره جدا، جمعيات اهليه جت بكثافه. عندنا برضو بعض الاحزاب. والله بس الجمعيات ما تبيعش غالي هي كمان. لا، ما هو الجمعيه الاهليه لا تهدف للربح، ما هو بيبيع باسعار. هو جاي ليه؟ عشان خاطر المواطنين اللي عندهم متسجلين اللي هو بيفرق لهم. والكنيسه المصريه والازهر ما بيشتغلوا نفس الموضوع. يعني احنا برضو عشان يبقى كلام واضح، يعني احنا المؤسسات الدينيه بتشتغل نفس الثقافه دي، وبتعمل نوع من انواع الانضباط في السوق في اوقات معينه. احنا بس يعني بنأكد على ان الوقت ده وقت مؤقت، لان بقى عندي بعض التلف في المنتجات الزراعيه، تراجع في انتاجاتها، اللي احنا بقى بنقول عليه من الغيط للبيت، بجانب ان احنا النهارده في بعض الاجراءات. شركه النيل، المجمعات الاستهلاكيه هيحصل فيها ضخ كميات من الخضار والفاكهه باسعار مناسبه لدى محدود الدخل، لان ده احنا هنشارك فيه. هنشارك ان احنا هنشتغل مع وزاره التموين تحت مظله الشركه القابضه للسلطات الغذائيه، وفي منافذها المتعدده داخل الجمهوريه، وهنعمل اتاحه كبيره جدا بكم من المعروض غير تقليدي. بمعنى ايه غير تقليدي؟ يعني احنا هنشتغل على ده بثقافه جديده، مش اللي هو محطوط في شبكة ومش اللي هو مغلف، لا ده هيبقى في ثقافة جديدة، في طرح جديد. يعني النهاردة بنقول ساعات العمل داخل المجمعات، الناس بتبقى تشوف المجمع بيفتح الساعة 10 الصبح ويقفل الساعة 8 بالليل. لا، احنا يعني تحدثنا عن يعني تمديد ساعات العمل داخل هذه المجمعات عشان نلبي احتياجات المواطنين. والمواطن اللي مش بالليل الساعه 11 الساعه 12 هينزل ياخد، لاقي المجمع فيه المنتجات الزراعيه، وهيلاقي المجمع مفتوح وشغال، لان يهمنا في المقام الاول ان احنا نحافظ على استقرار السوق ونعمل نوع من انواع التوازن، مش ضد التجار ولا ضد حد، ولكن نعمل انضباط واتاحه للمنتج. لان انا عندي حلقات تداول، وحلقات التداول دي ما اقدرش الغيها ولا اقضي على اصحابها، ولكن اقدر انظمها في الاتاحه وكم المعروض، وان انا اعمل انضباط في ايقاع السوق. طيب لو حبينا ناخد فكره عن خارج القاهره واسكندريه، كيف يعني تؤدي هذه المبادره دور حقيقي؟ لان دول اللي حضرتك تحدثت عنهم دول اهالينا البسطاء اللي هم فعلا محتاجين هذه الإتاحية. طيب خلينا برضو نقول ان المحافظات اللي هي زريعة للمنتجات الزراعية هي الدلتا والوادي، شمال وجنوب محافظة سيناء، محافظات القناة، احنا لما بنتكلم على كل المحافظات الزارعه للمنتجات الزراعيه هي فيها اقل اسعار عن القاهره الكبرى، لان هي اكبر كثافه سكانيه على مستوى الجمهوريه هي القاهره الكبرى، القاهره والقليوبيه والجيزه. فاحنا بنقول ان الاماكن دي فيها اسعار اقل فعليا، لان النهارده المنتج طالع مثلا من المنوفيه، طالع من البحيره، فبالتالي هتلاقي ارخص من القاهره والقليوبيه والجيزه. المبادرة دي اتعملت في وقت معين عشان خاطر نحدث اتزان في السوق، ويبقى عندنا انضباط في حالة السوق داخل القاهرة الكبرى، وتتنقل للمحافظات نتيجة ايه؟ نتيجة يعني التوسع فيها، بس بشكل ايه؟ بشكل بقى من الغيط للبيت حقيقي، مش من اسواق الجمله اللي هي بتسوق للمنتج. يعني النهارده الكم المعروض داخل المحافظات اللي هي زارعة للمنتجات الزراعيه بيبقى كتير. فاحنا قلنا لابد يبقى وفي حاجات بتتلف نتيجه للنقل، سفر محافظات كامله. بالظبط. يعني احنا النهارده لما يبقى عندي رمان يجي من 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 محافظه اسيوط اهالينا ويجوا هنا في العبور ويرجع تاني يروح اسوان. طيب ده ايه يعني؟ من اسيوط لاسوان اقرب. صح كده؟ فاحنا قلنا يبقى في نقاط في كل محافظه واسواق دلوقتي بيتم انشائها على كل المحافظات، لان لازم يبقى في عندي انضباط في التداول المنتجات الزراعيه من محافظه لمحافظه، والمحافظه دي بتمتاز مثلا بمنتج معين. يعني زي محافظه اسماعيليه متميزه في المانجا، لازم يبقى اهل محافظه اسماعيليه رقم واحد المنتج ده يطلع من اسماعيليه على كل المحافظات الاخرى. مش يطلع من اسماعيليه يروح العبور يرجع تاني يروح السويس. ليه كله بيجيب العبور؟ لان ده اكبر سوق على مستوى القاهره الكبرى وعلى مستوى مصر. أيوة، وده كم من المعروض فيه كبير جدا. ايوه معلش، بس انا النهارده ده اكبر سوق، ده معناه انه ازحم سوق، ومعناه ان انا لو انا وديت دايركت، يعني لو انا بنتج مانجا ووديت لبورسعيد ووديت للمحافظات بتاعت شمال القناه، اقدر ابعد بعيد عن العبور مش ناحيه العبور، اكيد هكسب اكتر. في حاجتين، انت اكبر كثافه سكانيه على مستوى الجمهوريه، وانا قلت لحضرتك ان هي محافظه القاهره والقاهره الكبرى، فانت بالتالي لازم تلبي احتياجات المواطنين، لان دي محافظات ما فيهاش زرع، غير زارعه للمنتجات الزراعيه، فبالتالي انت لازم الكم الاكبر. انت مين؟ ما انا بسال انت مين؟ هل في سلطه معينه بتلزم الفلاح لا 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 يجيب الحاجه لا يا فندم، لا لا لا، ليه مطلق الحريه. ولكن هو اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ده سوق في تداول كتير، في كم من المعروض. يعني احنا بنتداول كل يوم داخل سوق اسواق الجمله العبور واكتوبر المراقبين من الدوله ما يقرب من حوالي من 25,000 طن لغايه 30,000 طن. معلش ماشي، انا دلوقتي انا بزرع مانجا في اسماعيليه مثلا، تمام. لو انا وديت، انت بتتكلم على كيفيه التداول داخل المحافظات المنتجات الزراعيه. لو انا وديت مانجا من الاسماعيليه ابيعها في بورسعيد، مش هتبقى ارخص من اللي راحت القاهره وجات بعد كده بورسعيد وهتبقى طازه اكتر مش كده ولا ايه؟ ده حقيقي، ولكن انت كمل المعروض هناك اكتر، فبالتالي انت لازم توديه للمحافظات اللي هي عايزه. يعني الكم المعروض هناك اكتر في اسماعيليه وفي السويس، فانت بتنقله للعبور عشان يروح القليوبيه ويروح الجيزه ويروح بني سويف ويروح المنيا، لان دي ما عندهاش، فبالتالي انت بترحل ده نتيجه ان المنتج كتير. وانت قلت في حديثك ان دي محافظات فيها الانتاج واكتر وارخص، فبالتالي الارخص ده الفلاح هيخسر، فالفلاح لازم يتنقل عشان يبيع باسعار تكون تجيب له تكلفه المنتج بتاعه. ما انا عندي شقين، انا مش لازم اخرج الفلاح من المعادله، لازم الفلاح يكسب. يعني انا كنت اتمنى ان الفلاح رقم واحد اللي بيشقى وبيتعب وهو المنتج الحقيقي وهو العمود الفقري للشعب المصري، لازم ده يحصل على نتائجه دي، على تعبه وعلى شقاه. لازم الفلاح يحصل على ان هو فعلا المنتج بتاعه على القيمه، وان بيجيب له عائد. زي البصل السنه اللي فاتت، ايه اللي حصل؟ الناس ما زرعتش بصل، حصل السنه دي ايه؟ الفلاحين كلها زرعت بصل نتيجه ارتفاع اسعاره السنه اللي فاتت. ما انا قلت لحضرتك لازم يبقى عندي قاعده بيانات من حيث الانتاج والاستهلاك والتصدير والتصنيع ايضا، لان انا عندي لازم يبقى في منتج بديل. انت تحدثت عن التداول المنتجات من المحافظه لمحافظه، وازاي انا اجيبها من محافظه بورسعيد او من الاسماعيليه وارجعها تاني لغايه المنيا. ما المنيا ما فيهاش. وفي حد بيثقف الفلاح ده يقول له بلاش تعمل لان اللي حواليك كلهم زرعوا بصل، فانت لو زرعت بصل يبقى هي الحكايه برضه مش هتعرف تبيعه، عشان انت متخيل انك هتبيعه اغلى. ايه اللي حصل؟ يعني النصيحه بتاعت السنه اللي فاتت مش نافعه السنه دي. لازم يبقى عندي رجوع للارشاد الزراعي والثقافه الزراعيه. هل انا النهارده لازم مزيد من الارشاد الزراعي ومزيد من الثقافه الزراعيه والمراكز البحثيه تنشط، لان المراكز البحثيه بتقوم بدور كبير جدا، ولكن لازم يبقى في برنامج القومي لتقاول الخضر والفاكهه لازم يفعل كما ينبغي، لان النهارده التغيرات المناخيه وتاثيرها على المنتجات الزراعيه تاثير قاسي جدا، ولازم نستنبط بذور وتقاوي تكون صالحه للتغير المناخ وارتفاع درجات الحراره والصقيع الشديد والكلام ده كله. رايك، انا هسالك سؤال خليه اخر سؤال في القسم ده ونخرج فاصل، هل عندك إرشادات معينة لاستهلاك الخضار والفاكهة في البيت بحيث تقلل الهالك أو البايظ أو الركنة أو الحاجة؟ يعني هل ما زال في ناس بتجيب حاجات وبتبوظ عشان قعدت بتستهلك وترمي، تاخد الخيارة ترمي تلتها من فوق وتلتها من تحت؟ هل ما زالت الثقافة دي موجودة، ولا الناس من كتر ضغط الحاجة بقت بتاكل بالزقم والبذر وكل الموجود؟ خلينا نبقى واضحين طبعا كل شفافية، الظروف الاقتصادية النهاردة ما فيش مواطن ما بياخدش غير أشد احتياجاته. ولازم نطلع نقول الناس كده، احنا عملنا المبادرة دي عشان خاطر احتياجات الناس، وان الظروف كانت قاسية، قاسية إقليميا وقاسية اقتصاديا، وتحديات إقليمية وتحديات اقتصادية وتحديات مناخية، لازم نطلع ونسب بكل شفافية بكل وضوح بكل مصداقية، لأن أنا لما طلعتش قلت للناس أنا عايز أحل مشاكلي، لما أنا بطرح سلبية وحضرتك بتناقشني وبتقول لي طب إزاي، هل الناس قادرة إن هي تجيب كيلو واثنين وثلاثة وتحطه في الثلاجة ويتلف ويترمي؟ مفيش الكلام ده دلوقتي. الناس بتشتري اشد احتياجاتها، الاحتياج اليومي، احتياجات اليوميه. واحنا بنقول للناس لما يبقى عندي زياده معروض في منتج، انا عايزك تدخر، تاخد بطاطس تعملها نص مقليه، تاخد قفص طماطم، انا عندنا في وقت معين في بعض المواسم يبقى عندي زياده معروض، قفص طماطم بقى ب 40 جنيه و50 جنيه يا فندم خد قفص، خده واعمله في الفريزر، واعمله صلصه واعمله في الفريزر. احنا الثقافه المصريه احسن 1000 مره من المحفوظه. الثقافه المصريه اللي كانت زمان، التوب بتاع اللي كان يعادل التوم اللي في البلكونه بالظبط كده، يعني احنا كنا في شبرا واحنا مواليد حي شبرا بنفخر بده. كان زمان كنا نشوف كل الناس حاطه، وانا كمان شبرا طيب الحمد لله، كان البلكونات كلها كده حزمه كده، دي كانت ثقافه، ثقافه لدى الشعب المصري. لما دخل علينا بقى التوم الصيني، فيعني اولادنا ابتدوا يستسهلوا عشان هو سهل في التقشير والطبعه والمانيكير والكلام، عمره ما يبقى زي البلد، عمره مش هيبقى زي المصري يا فندم. كان زمان يعدي البياع الخضار بتاع التوم بتاع الخزين يا توم، الليمون كنا ناخد ونخزن لما يبقى في عندي مواسم زراعيه وفيها انتاجيه اعلى من المعتاده، لازم يبقى عندي الثقافه دي، الثقافه دي احنا مش افتقدناها، ولكن الناس بتستسهل. الظروف الاقتصاديه رجعت الثقافه دي لدى كل بيوت المصريين، وانا بقول لحضرتك النهارده في ظروف، في تحديات كبيره جدا من شأنها لازم نعمل نخلق روح جديده، نخلق ثقافه جديده، يبقى عندنا وعي أكتر، يبقى عندنا كم من المخزون اللي احنا تورثناه نستعيده، نشتغل عليه. ده مش عيب، العيب ان انا ابقى لا ده انا هاكل معلش ده انا تيك اواي لا 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 يا فندم، لا ده كله ضد صحة البني آدم. طبعا. وانا بتكلم النهارده، انا بتكلم النهارده على الخضار والفاكهه، طب ما انا عندي مشكله في الخضره، حتى الخضره اتصابت. يعني الجرجير والفجل والشبت والبقدونس حصل له تراجع في الانتاجيه. ده قالوا لي الاسبوع اللي فات في منطقه شعبيه في القاهره بيبيعوا الحزمه الواحده ب 4 جنيه، شبت بقدونس جرجير. طيب حزمه، خليني اقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك التغيرات المناخيه وتاثيرها السلبي على المنتجات الزراعيه ده كان من شانه الخضره اتضرت فغليت قوي بالظبط، والطماطم حتى الباميه اللي هي موسمها الطبيعي اتضرت لان درجات الحراره كانت قاسيه جدا السنه دي. انا بقول لحضرتك لازم رجوعنا للارشاد الزراعي والثقافه الزراعيه، لازم خطه لإعادة، ولازم مصارحة الناس زي ما حضرتك قلت. ما ينفعش احنا نعمل الحكاية كأنها كلها مغالاة من التجار في وضع أرباحهم. بص يا فندم، النهاردة التاجر مش هنقدر نقول يعني الشماعة، التاجر الجشع، التاجر ما هو التاجر هو مستهلك لكل المنتجات لو هو بيبيع منتج، يعني انا ببيع خضار فاكهه، انا مستهلك لبيت المنتجات الاخرى طبعا فبالتالي انا بدفع، وعارف ان دي هتصب، وانا ما هي دي هي نفس هو نفس طيب ده. انا هشكرك في الفاصل ده، يعني اشكرك على القسم ده من الحوار، ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الخضار والفاكهه. اتفضل. مشاهدينا، اهلا بحضراتكم معانا في القسم الثاني من حوارنا النهارده مع الاستاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهه باتحاد الغرف التجاريه. اهلا بيك يا استاذ حاتم مره ثانيه. حضراتكم وكل الساده المشاهدين وكل متابعيكم اينما كان. استاذ حاتم، عايز تقول ايه تاني للناس بخصوص موضوع الخضار والفاكهه؟ خلينا بس نقول ان دي فتره مؤقته، وبنأكد على ان احنا مقبلين على مواسم زراعيه من شأنها تحدث زياده معروض في الانتاج، ينعكس بالاتاحه، ينعكس بانخفاض الاسعار تدريجي. يطلع حد يقول لي بكره البطاطس تبقى ب 2 جنيه، هذا الكلام خاطئ. لازم نقول للناس كل بكره ايه؟ واحد يعني لو حد طلع قال لي ده الباص بكره ب 2 جنيه الايه؟ ب 2 جنيه هو ايه؟ في بعض الناس بتطلع تقول الباص ده هتبقى ب 2 جنيه البصل؟ البطاطس كل مره ما بسمعهاش. لا البطاطس فاحنا بنقول ده خاطئ. كم المعروض واليات العرض والطلب هي اللي بتحكم الاسواق. كم الاتاحه داخل اسواق الجمله والتجزئه هو ده مؤشر للاتاحه اللي هي تخلي الاسعار تثبت ثم تنخفض تدريجي. النهارده بنقول لكل اهالينا الفلاح المصري رقم واحد لازم احافظ على المنتج، لازم ارجع للزراعه الدوريه والزراعه التعاقديه. ضمان سعر عادل للفلاح يأهله انه يبقى عنده خطه طوال العام من خلال الزراعه التعاقديه والزراعه الدوريه. نرجع للزراعه الدوريه تاني ان احنا نحقق فيها ايجابيه كبيره جدا، لو يبقى عندي فعلا قاعده بيانات دقيقه، يبقى عندي انا بعرف بزرع قد ايه من كل منتج على حده، بنتج منه قد ايه، بستهلك منه قد ايه، بصدر منه قد ايه، بصنع منه قد ايه. وده مؤشر ايجابي لدى كل المنتجين، وكمان ينعكس بالسوق المحلي باتزان والسوق الخارجي، لان عندي لازم يبقى فيه عائد للفلاح من زياده الصادرات. النهارده احنا بنمتاز بمنتجاتنا الزراعيه اللي احنا بنصدرها العالم كله. عشان تبقى الناس عارفه وتبقى فاهمه، احنا اكبر منتج تمور على مستوى العالم، واحنا اكبر مصدر برتقال على مستوى العالم، واحنا اكبر مصدر فراوله مجففه على مستوى العالم، واحنا تاني مصدر للبطاطس على مستوى العالم. ده تاني محصول في مصر انت بتصدره. لازم يبقى عندي كم من المؤشرات اللي هي المستقبليه، وان انا اشتغل على ده مع الفلاح عشان يبقى في اتزان في السوق المحلي، وكمان زياده صادرات تعود عليا بالعمله الصعبه والتصنيع الزراعي، لان ده المنتج البديل. انا لما بعمل بطاطس مقليه وعصاير ومربات وخضار مجمد وخضار مجفف، ده البديل. لما يبقى عندي قله معروض نتيجه الحاله الجويه او انتهاء عروه زراعيه او مش موسمه، يبقى انا اللي بيعوض لي هذا الكلام التصنيع الزراعي، ودي قاطره التنميه. بمعنى ايه؟ ان انا بعمل اتزان في السوق. تمام. انت عارف كان معانا الاستاذ الدكتور رشاد عبده، ويمكن تابعت الفقره، وكان بيقول ان الاسعار انخفضت عالميا من 15 ل 22%، بينما في مصر ما انخفضتش. بس هو طبعا يعني رد ده لفكرة تانية، ان احنا يعني محتاجين نشتغل كتير على الصناعة وعلى التصنيع، زي ما قلت من ضمنه التصنيع الزراعي، علشان نصدر فيبقى معانا عملة صعبة. اللي خلى الاسعار ما حسش بيها المواطن المصري ومصر، لانك انت زي ما انت قلت حضرتك، انا عندي كان في السابق عندي ازمة دولارية، النهارده الحمد لله النهارده ما فيش الازمة دي، ولكن لازم اشتغل على نفسي، لازم نعتمد اعتماد كلي على المنتج المحلي. النهارده انت بتصنع ايه وبتصدره، وانت بتمتاز بايه وبتصدره، لازم اعمل قيمه مضافه للمنتج. يعني انا بكلم احنا اكبر منتجي تمور، طب السؤال هل احنا اكبر مصدري تمور؟ طبعا لا. ليه؟ بتنافسنا دول كبيره. لازم اشتغل على ان انا اوصل رساله للعالم ان انا ازرع واتوسع في المنتج اللي العالم بيطلبه. يعني انا اكبر منتج تمور لان انا عندي اصناف اسمها مجهل لدى العالم، ما بياكلهاش العالم. انا عايز البرحي والمجدون، لازم يبقى انا اتوسع في ده. ولولا القياده السياسيه في توسعها في الوادي الجديد، ان احنا نعمل 1 مليون نخله ورايحين ل 10 مليون، ما كناش هيبقى عندنا برحي ومجدون. النهارده احنا كنا بنستورد البرحي، النهارده الحمد لله احنا ما عندناش بنستورد برح، بالعكس ده احنا بنصدر دلوقتي. فبالتالي بقى انا لما اشتغل على ده واعمل قيمه مضافه للمنتج، ان انا اصنعه ويبقى كمان عندي استقرار في السوق المحلي وزياده صادرات من المنتج الفريش والمنتج المصنع، بعمل اتزان في السوق، وبعمل كمان نتائج كويسه جدا، ان انا بخلق فرص عمل. الصناعه دي مش زراعه بس، ان انا بقول منتج فريش، لا ده صناعه تقوم على هذه الزراعه، وده اللي يحدث اتزان في السوق ويعمل كمان تنميه. يعني انا النهارده يعني مركز زي مركز البداري بيمتاز بالرمان، يعني انت عارف العالم كله العالم كله بيطلب الرمان بتاع البداري. ليه؟ لان ده اعلى رمان، أيوة. فليه ما اعملش مصنع هناك للرمان، اعمل عصاير واعمل نوع من انواع المانجا، عندنا محافظه الاسماعيليه بتمتاز بالمانجا، ليه ما اعملش قيمه مضافه للمنتج واعمل مانجا مجففه واعمل مانجا عصاير واصدر الكلام ده كله؟ احنا عملنا في اللي لينا شركاء من شقائنا العرب كتير جدا، بعض المصانع اللي هي في مصر اللي هي عندها خبره في مجال التصنيع الزراعي، ليه ما نتوسعش في ده في كل محافظات مصر؟ عايز اقول لك على حاجه نختم بيها بقى، انا بحس انه ثقافتنا في مصر ان الراجل بيرمي شويه فلوس للست ويقول لها فين اكلينا، والست يا عيني دلوقتي تلاقيها تقعد على النت بالساعات عشان تدور على طريقه تخزين ولا على حاجه ارخص ولا على انها تطبخ حاجه بديله، فتقلل اللحمه، تقلل الفراخ، تستهلك الخضار بشكل يعيشه شويه. ف مش عارف هل احنا لو يعني لو الراجل نزل ساعد مثلا في انه يشتري فاكهه في مره كل فتره، يشتري خضار مره كل فتره، ده مش بيخليه يحس برضه شويه ان المصروف اللي هو بيحطه ده مش هيجيب حاجه؟ طب خلينا نتكلم بشكل واضح وشكل عملي. النهارده احنا لما اطلقنا المبادره دي ما جالناش كم من الرجاله اكتر من الستات، لا الستات اللي جم اكتر، الستات جم برضه. ليه؟ لان الستات هي المعنيه بالاسره، هي متأسفة، هي اللي عايزه تحل مشكلتها، هي اللي عايزه تحل المشكله. فبالناس جت لنا السيدات خدت كرتونه مانجا، كرتونه عنب، قفص طماطم زي ما احنا قلنا. لكن خلينا ناكد ان النهارده وبيني وبينك كل مواطن مصري، الستات مشهورين في عمل الجمعيات، انت هتقبضي الاول وانت هتقبضي التاني، فهم يقدروا يلموا بعض ويجيبوا القفص ويوزعوا. خلينا اقول لحضرتك اللي انت قلته ده شيء مهم. اولا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بمعنى ايه؟ هو رب الاسره لازم يبقى مسؤول عن طعامها وشرابها وكسائها. وانت قلت معلومه كويسه جدا وثقافه لازم نعود اليها. النهارده المواطن المصري اللي هو الراجل لازم يحس ان اللي بيحصل في مصر في تغيرات كبيره جدا للاحسن، ولكن الناس مش شعره بيها. ليه؟ لان عندنا كم من المشاكل، احنا بنزيد وعندنا ضيوف وعندنا تحديات اقتصاديه وتحديات لازم نطلع نقول للناس الكلام ده. طب احنا بنقول للناس ده ليه؟ احنا بنقول الكلام ده كل يوم للناس لغايه لما الناس زهقت مننا، بس حاسين برضه عايزين يعرفوا طب هنعمل ايه بكره، صح كده؟ احنا بنقول اهو رجاء اهالينا احنا على استعداد كامل لاي حد يجي ياخد من المنتجات المعروضه من داخل اسواق الجمله المراقبه من الدوله. واحنا بنقول عندنا في القاهره ايه؟ العبور وايه تاني؟ العبور واكتوبر، وطبعا واحنا يعني احنا ان شاء الله رايحين للمنافذ مع وزاره التموين وبعض الاماكن اللي فيها كمان الحاجات الثابته والمتنقله. يعني احنا بنعمل منافذ الغرف التجاريه، بنعمل منافذ في كل مكان. النهارده رئيس الوزراء انا لسه بقول لحضرتك بيتكلم على مساحات طول السنه بالظبط كده، اللي هتبقى قائمه طول العام لان يبقى في اتاحه، والاتاحه دي تنعكس على المواطن بايجابيه. ونتمنى ان يكون كلامنا يوصل للناس بايجابيه، والناس تشعر ان احنا فعلا يعني حاسين بمعاناتهم وحاسين باللي بيحصل، لان احنا في الاول وفي الاخر مستهلكين زيهم بالظبط وبنشتري زيهم بالظبط. بشكرك جدا يا فندم، شرفتنا. شرفت بيكم وسعدت بلقائكم، كل شكر والتقدير لمن النافذه الاعلاميه المحترمه. كتر خيرك استاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبه الخضروات والفاكهه باتحاد الغرف التجاريه، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله حلقه جديده، تصبحوا على خير.